رجعت في المدرسة لقيت بيتي مهدود. بدي عشان رحت غرفتي وألعابي وأغراضي. اليوم اجوا علينا كسروا البواب ودخلوا علينا واحنا نايمين ودفعوا ضربوا جوزي ودفعونا على الارض طبوني على الارض زي الهمجيه وما خلوناش نكمل. اخذنا اواعي بس لبسنا لا خلونا ننزل فرنات ولا خلونا ننزل ثلاجات ولا شيء خلونا ننزل الدار. هدوها على عفش خمس سكان خمس ست غرف نوم في قلب الدار سبع غرف نوم ترحيل قصري بس احنا مش رح نطلع من هون قاعدين هون والله لو بنلتحف السماء وبنفرش الارض ما بنطلع من ارضنا. هذه ارض رباط فيش حدا بيطلع منها حدا بجنون اللي بيطلع من ارض الرباط والله لو بيعيش بخيمه ما بيطلع منها الواحد. هذا ارض وقفيه ارض فلسطين لا بتنبيع ولا بتنشرها ولا بتنهاجر كمان احنا قاعدين فيها مش راح نطلع منها مهما صار ومهما جرى مهما قلبوا فينا مش راح نطلع منها. احنا بكفينا كلمه رباط احنا مرابطين والحمد لله رب العالمين. احنا هون جينا الصبح تفاجأنا في قوات الاحتلال بتسكر المنطقة كلها ودخلوا علينا على الدور نايمين اولاد اخوتي ونسوانهم دخلوا على الدار قال عندك قرار هدم. طب عندي قرار هدم ما حدا بلغني وقتيش بدكم تيجوا ما اعطوني انهم بدهم يجوا بيوم محدد ولا اعطوني اني احضر حالي ولا افضي اشي من البيت. فاجوا لما اجوا قلنا لهم يا عمي بدك تهد مش عندي مشكلة هد بس اعطيني شوية الشباب يساعدوني اهل البلد يساعدوني. الجيران كلهم اجوا بدهم يحطوا ايدهم ما ردوا يدخلوا اي حدا يساعدني وهدوا فوق كل عفشها وخلوا كل الاواعي وكل شيء في الدار وهدوا على كل شيء وما في معنا معين ولا في لنا حدا غير رب العالمين.